مرحبا اخواني الاعزاء، اليوم راح اشرح لكم شلون حننزل وننصب واحد من افضل برامج الستريمينج او ريكوردينج للالعاب مالتك للتسجيلات مالتك بالحاسبه، ومجانا طبعا. هو 100% اسمه او بي اس ستوديو. طريقه التحميل مالته بسيطه، نكتب هنا او بي اس ستوديو، نعطي داون انتر، يطلع الموقع الرسمي، نختار داونلود. هنا يعني يقول لنا شنو نوع الجهاز مالتك، هل هو ويندوز او ماك، اعتقد هذا لينكس. المهم احنا نختار الويندوز. طبعا هو يقول لنا يتفوق ويندوز 8، ويندوز 8.1، ويندوز 10. هو ما ادري هنا بيا لغة، بس انا راح اختار هاي اعتقد. اي هذا بعد ما نحمله نصبه طبيعي جدا، راح يتنصب يطلع لنا سطح المكتب. انا ما مخليه بالنسبه على سطح المكتب، بس طريق تشغيل مالته لازم بعد ما اكتب هنا او بي اس ستوديو انت يطلع لك على سطح المكتب، بس انا بالنسبه لي مخليه هنا بالستارت. لازم نعطي صلاحيه اداره، هاي اهم خطوه حتى ما تقطع البث باللعب العاب عندنا، نظر تقطع فريمات ما يعني مثل ما نقول ما يحصل على كل مصادر مال الجهاز، فلازم نعطي صلاحيه اداره رن از ادمنستريتر. واذا على سطح المكتب مجرد يدوس عليك الكامل يقول لك رن از ادمنستريتر. نقول له يس، ننتظر اقلاع البرنامج. طلع لنا جوا هذا صفحة رئيسية له. نحن هذا نحذف كلين على اعتبار انه تونا راح ان شاء الله. هاي واجهة رئيسية له. قبل لا ابدي شو اسوي انا؟ اذا مثلا بالنسبة لل الشخص اللي يريد يصور العاب، هل هي ستريم او ريكورد، شو بحسس هو بهالحاله هاي؟ لازم اقل البرنامج، اضيف له فد اداه او شيء، اقول له اريدك تصور لي لعبه انا راح العبها. شلون اقول له هذا الشيء وشلون احدد له هذا الشيء؟ مجرد نختار هذا الزائد الجوه، هنا طلعت لنا خيارات ادراج شنو. مثلا احنا مثلا نريد جيم كابتشر اللي هي تسجيل العاب، حددناها. هنا اقول له كرييت وين ما نشغل بيه. طلعت لنا هاي النافذة مال الألعاب. هنا يقول خيارات، هاي ما نشغل بيك. نخلي أهم شي من عندنا هاي كابتشر أني فول سكرين أبليكيشن، يعني قصدي نحدد نقله شكو لعبة أو برنامج على سطح على كبر الشاشة، بس هو بتحديد ألعاب يعني هو يميز يصدر يصورها. هاي هنا خيارات مال إذا مثلا كارت شاشة مالتك مدمج، كارت شاشة اثنين قصدي العفو، تربطهن جسر، هاي يعني شغلات مال جماعة الألعاب يعرفوها. لو مس احنا نقول له اوكي، هذا نضاف تسجيل الالعاب. هسه بمجرد ما اشغل اللعبه انا، اما ادوس ضمن اللعبه ادوس ستارت ريكوردينج، او اعرف مثلا الزر الخاص بالستارت ريكوردينج شلون اطلع هذا الشيء. اروح للفايل، اروح للسيتنجز، هوت كيز اسمها. مثلا هنا عندنا ستارت ريكوردينج اللي هي كاترل ار، مجرد ما ادوس كاترل ار وانا باللعبه راح يبدي يصور. مجرد ما ادوس كاترل ار مره ثانيه راح يقطع. باوس ريكوردينج على مثل على سبيل المثال عفوا، جاي لعبانه وجاي العب لعبه طويله مثلا، او اتنقل اماكن مختلفه، بس هاي اماكن مثلا ما اريد اصورها، يعني اسوي استئناف، ما اريد اقطع البث الفيديو كله، مجرد اسوي استئناف. ادوس كاترل بي راح يتوقف الجهاز عن قطع التصوير، يعني يقطع التصوير بس ما يكمل يعني الفيديو، راح يظل ينتظر مقطع ثاني انت شو اسمه تكمل توقفه وتشغله على مود يبدي يدمج وياه. ادوس مثلا وصلت المكان مثلا زين مرتب، ادوس كاتر بي راح يبدي يكمل التصوير، يعني مجرد نقول استئناف، استئناف تسجيل قطع، وهذا فوق قطع تسجيل. هاي بالنسبه اذا ستريمنج كان نقدر اي مثلا زر خاص بي، نختار هنا مثلا كليك وندوس الزر اللي نريده. هاي بالنسبه للالعاب. طبعا اكو شيء ثاني بالنسبه للالعاب، اريد نشوف مثلا دقه الفيديو شلون اتحكم بيها، الجوده. اذا ستريم هاي ذا ستريم، هاي اذا مثلا نريد قبل يسجل ويصور فيديو، يعني مجرد ما سجلت منه هو جاي يرفع. نحدد مثلا مكان نريده يوتيوب، نقول له كونكت اكونت، راح يربط الحساب مالتك مال يوتيوب البرنامج عمود، وانت تسوي بث مباشر هو جاي يرفع. هنا الاوتبوت احنا شغلنا سنة بالنسبه لي ريكوردينج، فراح تفيدني الاوتبوت والفيديو. بالنسبه للاوتبوت
هذه ستريمينج، هذا انا راح اعرفه، بس هو تقريبا نفس الاعدادات. انا سمي راح اشرح على ريكوردينج، نفسها تنطبق على الستريمينج، اعدادات الفيديو مالت الدقه ريكوردينج. هنا التايب ستاندرد عرفه ما نشغل بيه، مكان تسجيل الفيديوهات وين يروح لهذا المكان. دقه الفيديو هي ام بي 4، يفضل ام بي 4 لان تكون كومبرست مثل ما اقول مضغوطه وحجمها قليل. هنا انا اوديو تراك، اذا مثلا على سبيل المثال عندي مايكروفون وعندي اكثر من مثل ما تقول تسجيل، مثلا اريد اسوي صوت المايكروفون اللي كذا تردد او صوت اللعبه كذا تردد، هنا اتحكم بيها. اي يعني هاي مو فد شيء مهم. او مثلا على سبيل المثال عندي اكثر من مساوي الصوت، مثلا عندي اكثر من سماعه، هاي اتحكم بيها، بس هاي كلش يعني مو شيء مهم جاي اشوفه انا. الانكودر بالنسبة لجماعة نيفيديا، عندنا نيفيديا خاص اسمه نيفيديا NVENC، هذا هو اللي يعني تولى زمام التقاط الفيديوهات للألعاب. مجرد ما قيل نيو أو هذا طبعا جديد نختاره. جماعة AMD أو مثلا جماعة غير كاس الشاشة شلون يختارون غير هذا الشيء ما موجود عندهم، نختار اللي هو الافتراضي اللي هو X264، نفس الاعدادات بالضبط، بس انا بما انه مو كل عندها نيفيديا فراح اختار على هذا الاكس 264. هنا الريسكيل اوت اوتبوت، يعني مثلا انا جاي اصور ب 1920، اريد على سبيل المثال اخلي الفيديو مالتي يطلع بهالصيغه هاي، لو يصغر حجمه لو يكبر حجمه. انا هنا راح اسوي مثله، هسه مثلا انا جاي اسجل بدقه 1080 اخليه 1080، يعني الدقه الان يفضل الدقه الان اصور بيها اخليها نفسها. اذا مثلا انا عندي بلازما شغل 4K بس انا اسجل فوقه، بس انا ما اريده يعني يطلع فوقه حجمه كبير، فاريده شوي اقل الدقه، ما تتحكم بيها هنا. يعني مثلا 4K اخليها احولها الى فول HD، هذا الشيء. انا بالنسبه لي شاشتي وكارت شاشه مالتي يستحمل 1080، اخليه على 1080 نفسه، هذا ما انا شغل بيه. ريت كنترول، هاي هنا شنو مثلا قصده الفيديو مو بدقة اللي يسمونه بتريت، هذني البتريت هذني حديدا مثلا كمية معالجة الدقة بفلان الوقت كذا وقت. فأنا هواي عندي تقنيات، أنا أفضل أستخدم CBR، هذا الدارج عندنا. هسه نجي للبتريت، البتريت اللي هي الدقة مال الفيديو، يعني مثلا أنا شغل 1920 بس يعني قصدي بصيغة 1080 بس ما جاي يطلع واضح كلش، شنو السبب؟ هذا السبب. بالنسبة للجسمه الجامعة الفول اتش دي او 1080 اللي يفضل البتريت تكون من 10000 الى 15000، هذا تصوير مثالي. يعني احنا راح نرفع على يوتيوب، اليوتيوب هاي الدقة المثالية اله ما يستقبل اكثر من هذا الشيء 15000. جامعة ال 2K لا اعتقد لهم اعدادات خاصة من 30000 وفوق، ال 4K 80000 90000، بس بهالحال هذا راح يكون على حساب الحجم، يعني راح تزداد عندك الدقة بس الحجم راح يزداد الفيديو، مكان مثل ما يصير 2 جيجا يصير 5 جيجا 6 جيجا وكذا. انا بالنسبة لي على 1920x1080 خليه على 15000 كيلو بت. هاي ما نشتغل بيها، هاي كذلك ما نشتغل بيها، هاي نعرفها مثل ما هي. هاي عود يعني يحكي لي مثلا ايش قد الفريم ريت ايش قد بالثانية، ايش قد ايش كم فريم ريت يعالج، احنا نخليه صفر ما نشغل بيه، يعني كل ساعة يسوي فريم ريت، هذا انه ما نشغل بيه. هاي كله هذا ما يشغل بيه، انا حسب اعداداتي هاي ما جاي شو اسمه. هي طبعا كل وحدة لها معنى، بس انا ما اعرف يعني كلها الصراحة، لان هذا واحد يقدر مثلا يطلع على يكتب هاي عبارة مثلا ويشوف شنو معناها، بس انه ثاني انا حاليا ما جاي يفيدني، والدقة جاي تطلع تمام. ركمنا منها هاي نوب، نجي للفيديو اللي هي دقة الفيديو. انا الفيديو مالتي مثلا اريد اسوي بالفول اتش دي واخليه نفسه فول اتش دي، اتحكم بيه هاي كذلك. انا مثلا اريد اسوي الدقة مالتي، انا اصور 2K شاشتي بس اريد اخليها احولها للفول اتش دي، اخليه هنا انا مثلا 2K ما اطلع انا عندي ما تدعم 2K، وهنا انا اخليها اقلل من حجم الفيديو مالتي، يعني مقابلة يعني مثل ما نقول راح تطلع دقة 2K ب 1900 ب 1080، يعني ما راح تروح الدقة بس مجرد يصغر الحجم الفيديو. هاي يعني الشيء الحلو بيه. هنا أنا الداون سكيل فلتر، هذا معامل تقليل الحجم، قلنا بنقلل الدقة مو الدقة العفو الحجم مال الفيديو من كذا إلى كذا فيديو. هنا أنا شنو معامل
شو اسمه التقليل، هل هو يريده باي لينير يعني سريع، بس راح يكون مثل ما نقول صير شويه تشوه بسيط بس بسرعه يخلص الفيديو؟ لا هذا ما يفيدنا، هذا يفيد جماعه الفيديوهات، جماعه اللي يسوون شو اسمه الشاشات، او يعني جماعه مثلا فيديوهات مثل ما نقول سريعه، العاب سريعه يعني مو غايه التجسيم. ان انا اريا لا هذا ما نشغل بيه، احنا عندنا البايكوبيك واللاين لانكسوس. بايكوبيك بالنسبه لفئه الكارت شاشات المتوسطه، واللانكسوس فئه كارت شاشات العاليه. هذه دقه واضحه تصير، هذا كلش واضحه، بس بالمقابل اذا كارت شاشه مالتك مو قوي راح الفريمات راح مثل ما قلت تتشتت او يصير نوع من التشتت، فانا في فضل استخدم البايكوبيك. هاي معدل الاطارات بالثانيه، انا بالنسبه لي 60 اف بي اس بالنسبه للالعاب. اذا تريد تصور ديسكتوب ليش 60 اف بي اس، تخلي 30 اف بي اس شنو المشكله. هاي بالنسبه للواجهه مال الالعاب او الفيديو كذلك. بعد هنا عندنا ما نشغل بيها، ها الاوديو. الاوديو انا مثلا الاوديو مالتي اريد ان ربط لي مثلا سماعه، وكذلك عندي مثلا على سبيل المثال عندي مايكروفون وعندي هيدسيت. هيدسيت هاي السماعه مال راس، انا مثلا ما اقدر اخلي الصوت يطلع بالهيدسيت، اريد مثلا صوت بالمايكروفون يسجل، من هنا احدد اخليها مثلا احدد الشيء اللي اريده. بالمقابل مثلا اريد اطلع الصوت بالمايكروفون وبالهيدسيت، هنا انا اسوي لي قناه ثانيه مساعده نشوف القنوات حددناها. يعني شو نسوي هنا؟ نفصل ترددات القنوات على مود ما يصير تشويش واحد على الثاني. فانا بالنسبه لي هسه مختار الهيدسيت اللي هو هذا لوكاست بلس، سيدس لوكاست بلس. هاي تقريبا كل الاعدادات اللي نحتاجها بالنسبه للالعاب. هسه نقول له اوكي تمام. هاي جيم كابتشر، انا على سبيل المثال سويت هاي بس هسه بقى الصوت. هسه انا سويت الالعاب بس ما راح يطلع صوتي، اريد اضيف صوت. شلون اضيف صوت؟ اقول له زائد، اقول له اوديو انبوت كابتشر، هذا مال الصوت يسجل الصوت. انا ما راح ادوس ريكوردينج، راح كله يسجل الصوت والفيديو وكذا. الديفايس شنو الجهاز اللي اريده مثلا انا اللي هو السيدس لوكست، حددت انه هذا السيدس لوكست هو راح يخلي لي شفنا الصوت شلون ضل من ناحيه انا يبين عندي، خليته يعني بقناه منفصله او صوره منفصله فراح يطلع فيديو واضح والصوت واضح. عندي مثلا الكاميرا هسه اقدر اصور وجهي، هم اقله زائد، اختار مثلا اما عندي فيديو كابتشر ديفايس هذا اقله مثلا زائد، هنا يقول لي شنو اللي تريده، احدد الكاميرا اللي اريدها. هنا بعد عندي ما عندي شيء بعد كونفيجر فيديو، بس انا ما عندي ما رابط كاميرا فما يقول لي. هنا أنا يعني تطلع لي الدقه مال الفيديو مال الكاميرا مالتي، الشاشه، الحجم، السرعه، هاي كلها تحدد اللون او هكا شيء ما يفيدني. يعني اقول له كنسل. فانا بالنسبه لي انا ما جاي استخدم الكاميرا، انا جاي استخدم كاميرا موبايل. شلون استخدم كاميرا الموبايل؟ مرة نصب على الموبايل تطبيق اسمه او بي اس درويد او هيك شيء، وهنا انا هم كذلك هذا البرنامج اللي هو البرنامج هذا يدعمه. وش راح اسوي؟ احكي له اد، شو اختار؟ اختار درويد كام او بي اس، اقول له اوكي. هنا انا الدقه مال الكاميرا مال الموبايل مالتي حددته اللي هي مثلا انا اريد اخلي 1720، بس من راح اخليها 2728 راح يقول راح يتنجد تطلع اللوجو مالتهم، يقول على اساس اشتري يعني النسخه الاحترافيه عشان تقدر هذا اللوجو يختفي. هو هذا مجرد هذا الشيء بقي. مثلا انا اخلي 740 480 لان انا الفيديو مالتي وجه مالتي راح يطلع هنا، يعني مو فد شيء مهم صغير، انا بكل حاله راح ازغر. هاي الدقه منعوفها. ان انا واي فاي انا اربط مثلا الموبايل عن طريق الواي فاي اللي هو بس هالخاصيه يدعم هذا البرنامج. خليني بثنين يمكن يكون على شبكه، راح افتح الموبايل وافتح البرنامج راح يجي لي يا بالاي بي مال الموبايل مالتك هكذا شيء، اكد بهنا واقول له اكتيفيت. انا ما اقول انيبل اوديو لان انا اول تالي راح اسجل الاوديو مالتي بالسماع، من اقول اكتيفيت راح يطلع وجهي هنا، طلع وجهي هنا، طلع يقول مثلا وجهي هنا. اريد مثلا اريد اخفي الشغلات الواي، اريد اخفي الاشياء اللي وراي. شلون بهالحاله هاي؟ اختار عليك كليك ايمن، اقول له فلترز،
بالنسبة للفلترز عندنا نوع من الفلترز، هنا نختار هذا الفلتر فوق نقله باك جراوند ريموفل. شو اخلي؟ احاول اخلي اللون مالتي اخضر، خايف على الاخضر. هسه انا لو عندي كاميرا مثلا تجربوها يمكم راح الخلفيه مال الوراء تصير كلها خضراء، بس بكل الاحوال ما راح تختفي الاشياء هواي. هاي الشغلات لازم نحتاج انه العفو، يعني صارت خلفيه خضراء بس يعني احنا ما نريد الشيء اللي وراني يصير اخضر، لان راح يطغى حتى على التسجيل مالتي، راح يطغى حتى اللعبه راح يصير اخضر هنا. انا اريد اصير يعني بس مجرد انا اطلع الواي يصير فشي شفاف. بهالحاله لازم تحمل اضافه تدخلها مع على الجوجل، وش اسمها هي بالاضافه خليها اتذكر، كروماكي. تدخل على الجوجل من تبحث كروماكي، نكتب كروما كي فور او بي اس ستوديو. لا بس هذا غير برنامج. شوف انت هذا الفيديو هو راح يشرح لك مثلا يقول شلون تعمل هاي الاضافه اذا ما مو. هاي ام ستيجي فروم اولغا اعتقد، واحتمال على الاغلب اعتقد يتجي من اصل الجهاز. Little messy from the aspects depend on the quality which can affect green panel for really great. هاي ناجي يشرح شنو الاليه مالته. احنا اهم شيء background cam or cam link to OBS by adding a video. Right click the source you've added filter. You should be able to شوف هسه click filters and then we're going to add a chroma key filter. You should be able to leave most of these sliders alone but just move this similar. تمام، اذا من اصل الجهاز هذا، هذا من اصل عفو البرنامج ما يحتاج شو اسمه تحمله دوزات ولا كوما كي. هذا شنو فايته؟ يسوي الخلفيه واقف شفافه بس ما يشتغل الا يكون هذا همينه، هذه يصير خلفيه خضراء وهذا برنامج يخلي الخضار شفاف. هنا طبعا جرين احنا نختار، اذا خلينا فوق جرين نختار جرين. فايش راح يصير بالنتيجه؟ راح يصير نتيجه مثل هذا الشخص. شوف شلون هسه اذا crowd you your source list it's as simple as that. يعني properties layer you do just keep in mind يطلع هو بس هو بس هو يتحدد شيل وراء اذا مثلا اللعبه هاي ما يطغى عليها. انتم شايفينها بالستريمينج ورا ما اكمل هذا نقول له كلوز نشوف كل شيء تمام. هسه اريد ان اصور سطح المكتب، بس طبعا كل الاحوال بس هاك نقطه مهمه، الكاميرا لازم اخليها الاولويه عليهن كلهن، لازم اخليها اول شيء فوق العمود وجهي يطلع. اذا خليت الكاميرا هنا العفو اذا خليت الكاميرا هنا راح اللعبه تطغى عليها فما تبين عندي، فخلي الكاميرا الاولويه على كل شيء. سطح المكتب اريد اصوره، شلون اصور؟ اقول له اد، اقول له display capture، اقول له اوكي. طبعا هسه راح تطلع ما لا نهايه مش اسمها بس بالصوره الرئيسيه، بس من احول مثلا على غير شيء احول على غير قائمه هاي تروح. من اجل ستارت ريكوردينج راح يبدي يسجل مثلا شنو المشتغل عندي. الديسبلاي راح يسجل الديسبلاي، كاميرا كذاك راح يسجل فيها كاميرا، ما موجود الكاميرا ما يسجل، جيم كابتشر ما مشغل لعبه ما راح يسجل، فهذين كلهم راح يسجل. نسوي صوت راح احكي انا راح يسجل. هاي يعني الشغلات المهمه. من اكمل هاي يقول لي هو وين مثلا خزنتها في كذا مكان كذا مكان كذا مكان. أتمنى لكم استفاديتوا واخذتوا نظرة على هذا الفيديو.